ايوه يا استاذ لطفي، انا لقاء اسماعيل اللي كنت عندك في المكتب بعد الظهر. انا بتقبض عليا دلوقتي يا استاذ لطفي، عرفتوني حققوا معايا بتهمة الاختلاس والتزوير. انت المتهمه الوحيده. لا قلت لهم انتوا دي اه واحده اكلم المحامي بتاعي. في ايه؟ مين الست اللي بتتكلم بيها؟ هتقبل قضيتي يا استاذ لطفي ولا اشوف محامي تاني؟ وايه اللي وراها اصلا؟